بسم الله الرحمن الرحيم. انفلونزا الطيور. هجمت انفلونزا الطيور الثروة الداجنة في مصر عام 2006. من هذا التوقيت ومصر بتسعى جاهدا لاحتواء هذه الأزمة. مشكلة كبيرة جدا ان انت بتتكلم على فيروس بيواجه الثروة الداجنة وبينتقل الى الانسان، وايضا بيسبب وفيات. من عام 2006 اجتماعات كثيرة جدا للخروج من هذه الأزمة، وابتدينا نشوف إجراءات الدولة إن هي تبتدي تنظم سوق الدواجن في مصر. لما يكون عندك صناعة قوية جدا زي صناعة الدواجن محتاجة إن يكون الدولة ليها دور أساسي، بالرغم من إن العاملين في هذا القطاع هو قطاع خاص واستثماري. لو جيت تشوف العنابر والمزارع أنت بتتكلم على قطاع خاص، ولكن تنظيم هذا القطاع يخضع للدولة. بتتكلم على استثمارات ضخمة، على فرص عمالة، بتتكلم على ثروة داجنة بتصاب بكثير من الأمراض، ومنها الأمراض المشتركة بينها وبين الإنسان، وده خطر كبير جدا. قبل عام 2006 مصر الحمد لله كان عندها اكتفاء ذاتي، وكنا على اعتاب التصدير، ابتدينا ان احنا نصدر ونفتح أسواق. ده أدى او انفلونزا الطيور أدت ان احنا نتراجع الى ان وصلنا لمرحله التعافي. النهارده احنا عندنا صناعه الدواجن تقريبا عندنا اكتفاء ذاتي. ممكن تحدث بعض الازمات والاختناقات في بعض الايام او في بعض الفترات، بيتم تدخل الدوله سريعا وحلها، لكن انت عندك صناعه قوي، عندك اعاده هيكله بشكل منظم زي تراخيص المزارع والعنابر اللي هي كانت منتشره على مستوى الجمهوريه وما كناش نعرف عددها قد ايه، وما كناش نعرف طاقتها الإنتاجية. النهاردة لا، أنت تقدر تقول أن وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة لخدمات البيطرية ومن خلال عمل قامت به فرق الكاهو تم رصد وحصر المزارع المنتشرة داخل جمهورية مصر العربية. النهاردة الدولة بتقول أنا عندي أماكن بطرحها للاستثمار الداجني، أن هي يكون فيها بعد عن الكتلة السكنية، وده بيوفر الأمان الحيوي لهذه الصناعة. معالي الوزير السيد القصير أعلن عن مرحلة مهمة جدا في عمر صناعة الدواجن. أعلن أن موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اعتماد مصر ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، ده لأول مرة بعد 14 سنة من دخول الفيروس إلى مصر. بعد 14 سنة من عام 2006 حتى اليوم، ده مردوده مهم جدا على قطاع الثروة الداجنة وعلى الاقتصاد القومي لمصر. لما تيجي تتكلم على التصدير يبقى انت عندك منشآت معتمدة خالية من مرض انفلونزا الطيور، فانت تقدر تصدر، تقدر تستثمر. دي خطوة مهمة جدا، اعتقد ان هي هتحدث نقلة نوعية في صناعة الدواجن، وهتساعد كبار هذه الصناعة في العمل وضخ رؤوس اموال اكثر، بحيث ان انت النهارده عندك السوق المحلي وتقدر تتوسع عالميا، تقدر ان انت تشوف الاسواق اللي محتاجه دواجن تصدر لها. خطوه مهمه جدا، محتاجه مننا وعي اكثر بالنسبه للمتعاملين مع هذه الصناعه. انا شايف ان هذا القطاع فيه رجال علماء واقوياء بيشتغلوا بفكر وبتخطيط منظم. المفروض في هذا التوقيت وفي ظل الظروف اللي بتوفرها الدوله ان كل العنابر اللي موجوده النهارده في مصر تبتدي تطور من روحها، تبتدي تحدث من امكانيات. عايزين نحول العنابر المفتوحه الى مغلقه او شبه مغلقه، ده هيؤدي لزياده الانتاج، هيقلل النافق، هيقلل من النفقات، هيبقى مردوده كبير جدا على قطاع الثروه الحيوانيه. واحنا بنتكلم على التغذيه السليمه وعلى المعاملات وعلى التحصينات، ده بنتابعه مع حضراتكم على مدار الساعه على قناه مصر الزراعيه. يتبقى ان احنا نستفيد اليوم ايضا من المبادرات الاقتصاديه. النهارده في قروض لصغار المربيين بفايده 5% عشان يطور عنبره ويحوله من مفتوح الى مغلق او شبه مغلق. دي كلها اجراءات تؤدي الى استقرار صناعه الدواجن في مصر. برحب بحضراتكم في حلقه جديده من الزراعي المباشر. برحب بحضراتكم مره اخرى في الزراعي المباشر. انا معايا على الهاتف الدكتور طلعت الشيخ، استاذ الدواجن من كليه الزراعه جامعه سوهاج. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك فندم. يا دكتور طلعت، انفلونزا الطيور كانت من اكبر المشاكل اللي بتواجه الثروه الداجنه في مصر، والاعلان عن ان
المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اعتمدت مصر ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخيرية من مرض انفلونزا الطيور، ده لأول مرة بعد 14 سنة، هو خطوة هامة جدا. تقييم حضرتك لهذا الإعلان ومردوده على صناعة الدواجن؟ والله هو بالنسبة لانفلونزا الطيور طبعا قعدنا فترة طويلة بنعاني منها من عام 2006 للنهاردة، وبعدين اتعملت لقاحات كثيرة وأنواع متعددة، وخلال الفترة اللي فاتت يمكن أكثر حاجة كانت بتقابلنا وعاملة مشكلة أكبر من انفلونزا الطيور هو مرض نيوكاسل ومرض الجمبور والتحورات اللي بتحدث منه. يعني المزارع أو صاحب المزرعة بيكون عنده الدفعة بتوصل على يوم 28 أو 30، وبعدين بيقابل مشكلة كبيرة جدا، يبقى قبل التسويق ويحدث عنده نفوق عالي والدورة بتعمل. هو الحقيقة في الفترة الأخيرة انتشرت لقاحات كثيرة لإنفلونزا الطيور، ولكن يعني أنا كان لي رأي وقلته قبل كده سواء في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الندوات، إن إحنا المفروض ننظم عملية تسويق الدواجن في مصر، وقلت إن إحنا المفروض ننشط اتحاد منتجي الدواجن في مصر عشان أقدر أوازن بين دخول الكتكوت وخروج الفراخ، بحيث أوازن السوق، ما يبقاش مرة السعر عالي جدا ومرة السعر منخفض جدا، وده بيعمل إرباك عند المزارعين. انفلونزا الطيور النهارده فعلا، يعني أنا مع قرار مع الوزير أو الصحة العالمية، إن النهارده اللود بتاعها في مصر قليل. هو مش جزئية قليل فقط، هو أنا علشان أصدر مش هيسمح لي عالميا او دوليا الا لما يكون عندي منشات معتمده ان هي خاليه من انفلونزا الطيور، يعني منشاه تقدر تامن روحها حيويا، الامان الحيوي. هو احنا عندنا عدد كبير من العنابر ما زال مغلق، وطبعا يمكن الفتره الاخيره تحت جائحه كورونا الناس بدات تخاف من كورونا نفسها مش من كورونا على الطيور. هو طبعا الحمد لله كورونا لا تصيب الدواجن، يعني الدواجن بالذات لا تصاب. ده ثبت علميا يا فندم ان هي لا تصيب الدواجن؟ والله هو حتى الان يعني من خلال قرايه تقارير على مستوى العالم كورونا ملوش علاقه مباشره بصناعه الدواجن ولا كمرض للدواجن يعني. ايوه، ولكن هو خوف الناس والعمالة بتخاف، فأصبح فيه مزارع مغلقة فعلا بسبب الحظر وسبب النيارات في البيوت والكلام ده كله، وأثر تأثير على عمليات التسويق وعمليات الإنتاج، لكن كمرض يصيب الطيور نيفر. طيب بالنسبة للإنفلونزا الطيور، بالنسبة لإنفلونزا الطيور وهي موضوعنا الأساسي، لأن دي خطوة إحنا مستنيينها بقالنا 14 سنة، إحنا اتحرمنا من التصدير لأن مش هينفع نصدر، كنا بيقولوا لنا أنت عندك مرض أو فيروس مستوطن خلاص بقى موجود في بلدك. ده يعني المنشآت دي إيه الإجراءات اللي الدولة أو أصحاب هذه المزارع بتتخذها عشان يتم اعتمادها؟ يعني أنا عندي عدد من المنشآت المسجل، المفروض يكون إيه شكل هذه العنابر أو هذه المزارع؟ هو طبعا انا عشان اتكلم عن شكل عنابر انا دايما بيكون لي تحفظ في عمليات تصميم المزارع، لان انا دايما بقول رعايه الدواجن تبدا من تصميم العنبر. لو انا عملت تصميم عنابر صحيحه واتخذت اساليب الرعايه السليمه انا لا يمكن احتاج الى ادويه، فقط احتاج لبرامج التحصينات. لكن في ظل بعض العنابر العشوائية والحاجات دي طبعا بتخلو من التصميم السليم، وبالتالي بتبقى الطيور دي عرضة انها تصاب بأي مرض. بصفة عامة علشان يكون عندي منشأة سليمة خالية من الأمراض وأقدر أعتمد إن هذا المنتج إن أنا أصدره وأنا مطمئن وأنافس بيه على مستوى العالم، المفروض إن أنا بعمل تصميم عنابر سليمة من حيث احتياجات التهوية، احتياجات الإضاءة، احتياجات الحرارة، عمليات الرعاية نفسها. لأن من ضمن الخطأ اللي الناس بتقع فيه
ان اي خلل مع الطيور بيروح يعالجه بالادويه. انا ضد هذا الاتجاه. الوقايه خير من العلاج. بعالج بالرعايه. ايوه بعالج بالرعايه، يعني معناه ان انا ارفع من مناعه الطائر، من كفاءه مناعه الطائر، صح؟ انا طالما بعمل رعايه سليمه الطائر هيبقى مناعته عاليه، هيبقى نموه عالي، هيبقى النفوخ قليل، فرصه الاصابه بالمرض هتكون اقل يعني. فالرعايه مهمه جدا، والرعايه دي بتتمثل في توفير كل الظروف البيئيه اللازمه لعيشه الطائر عيشه سليمه ان شاء الله. بشكر حضرتك وبالتوفيق يا دكتور طلعت الشيخ، استاذ الدواجن بكليه الزراعه جامعه سوهاج، شكرا جزيلا. صناعه الدواجن اجرينا عدد كبير جدا من اللقاءات والحوارات مع العلماء والمتخصصين في هذا القطاع. التوصيه الاولى الامان الحيوي، ان انت العنابر بتاعتك تبقى مغلقه او شبه مغلقه، فيها مصادر جيده للتهويه، فيها مصادر جيده بالنسبه لمياه الشرب، نوعيه الاعلاف اللي بيتم تغذيه الدواجن عليها، برامج الاظلام بتعتمد على رفع كفاءة مناعة جسم الطائر بحيث ان انا اتجنب الاصابة بالامراض، اتجنب ان انا انقل جسم هذا الطائر ادوية لان هيبقى فيه متبقيات لهذه الادوية في جسم الطائر هتنتقل للانسان. النهاردة واحنا بنتكلم على منشآت خالية من مرض انفلونزا الطيور، ده يعتبر انجاز كبير جدا لصناعة الدواجن. عاوزين المزيد، عاوزين نشوف خطوات اخرى اكثر قوة، لان احنا بنتكلم على انتاج كيلو البروتين الارخص سعرا في مصر. النهارده انت بتشوف ان الدواجن هي المنافس بالنسبه للسعر، لو قارناها باللحوم الحمراء اللي هي تعتبر تقيله او سعرها كبير على جيب المستهلك او المواطن العادي. صناعه الدواجن مهمه جدا ان احنا نشوف كل يعني الخطوات الجاده والحقيقيه لتطويرها. اتكلمنا قبل كده عن قانون 70 اللي كان قرار وتحول الى قانون، اهميه هذا القانون في دعم هذه الصناعة ودعم المستهلك. لما يكون عندي آلية واضحة لتسويق الدواجن في مصر ده هيؤدي إلى استقرار أكثر بالنسبة للمنتج وبالنسبة للمستهلك. بقى شيء مؤسف جدا أنت تشوف عمليات الذبح خارج المجازر والتخلص من الدواجن ومن الأعشاء ومن مخلفات الذبح بالطرق العادية بسيارات بتجوب الشوارع. النهاردة وإحنا بنتكلم على جائحة كورونا بقى الأمان الحيوي والنظافة من أهم وسائل المواطن أو المجتمع علشان نقدر نعيش، مش في مصر بس لا، ده على مستوى العالم. بنتكلم على التباعد الجسدي وعلى إجراءات النظافة. تعالوا مع بعض نشوف اللي بيحصل النهاردة في محلات بيع الدواجن والرعاشات من تخلص من الدماء ومن مخلفات الذبح بهذه الطريقة البدائية. لا يتماشى تماما مع هذه المرحلة. لما كنا بنتكلم على قانون 70 وبنقول طريقة الذبح السليمة داخل المجازر والتخلص من مخلفات الذبح وتحويلها من عبء على البيئة إلى سيولة نقدية ودعم الاقتصاد، دي كانت خطوة مهمة جدا. لما جينا نقول إن قانون 70 هيوفر عندي دواجن أقدر أخزنها علشان لو احتجت ليها في وقت تكون عندي المعروض قليل هتبقى موجودة في ثلاجات بلدي بدل ما استوردها من الخارج، اللي أساسا بسبب جائحة كورونا الاستيراد في هذا التوقيت بقى صعب جدا. على فكرة محتاجين نعيد النظر مرة أخرى في الإمكانيات المتاحة لدى المصريين، محتاجين إن احنا نهتم أكتر بصناعتنا ومنها صناعة الدواجن. معايا مين يا أستاذ محمد؟ أستاذ مجدي من كفر الشيخ، تفضل. يا أستاذ مجدي. أيوه يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. تحيات حضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالسلامة، بالصحة والسلامة. والله احنا بنشكر سيادتك جهودكم المخلصة في حل مشاكل الفلاحين، وطبعا أنت عارف حضرتك ان يعني الزراعه والاقصاء يعني اهم ركائز الاقتصاد القومي لمصر. طبعا القانون ماشي. حضرتك احنا عندنا ثلاث فدادين ارض مبورين منذ اغسطس اللي فات 2019. كمل، انا سامعك. عندك في ارض متبوره من 2019. جيراننا حضرتك سدين قناه الري الموصله لارضنا من اغسطس 2019، وتم اظهار لنا محاضر تبويب وشكينا وخدنا حكم قضائي برقم 40868 واخد حضرتك، وما زالت لحد النهارده الارض مبوره ومش يعني شكل رئيس جمهوريه وشكينا. هو سبب تبوير الارض ان هم قاطعين عنكم مصدر الري، فانت مش عارف تزرع. رادمين قناه الري حضرتك، ومعايا تقرير من الزراعه ان قناه الري في توجد امام ارض المحكمه. ومعاك حكم محكمه
ده حكم، ده دي حكم او غير، اللي هو ان هم منعوا يعني تعرض للمنع للمرور. طب انت رحت قابلت وكيل وزاره الري عندك في كفر الشيخ ولا لا؟ يا فندم احنا شكينا رئيس الجمهوريه واخد حضرتك، وشكينا في الزراعه. انا بمشي معاك. انت بص يا حاج لو سمحت، يعني انت خبطت على كل البيبان صح؟ اه حضرتك. فانا بتكلم معاك دلوقتي عشان اشوف هنعمل ايه، عشان انا عايزك تساعدني. انت رحت قابلت وكيل وزاره الري؟ لا انا قابلت وكيل وزاره الزراعه. ما دي ده ري اللي انت بتكلمني عنه، ده ري. فانا دلوقتي يا فندم حضرتك، الماسوره هم مردمين الماسوره، والتقرير بتاع وزاره الزراعه ان توجد ماسوره امام ارض المشكو في حقهم طولها حوالي 3 متر مردومه من طرفين مما تعوق مرور المياه الى ارض الشاكي. طيب وكيل وزاره الزراعه اللي انت قابلته قال لك ايه؟ كان مين؟ نعم كان مين؟ قابلت مين من وكلاء وزاره الزراعه؟ والله حضرتك هو يعني اللي خدوا مني الشكوى وقال لي تابعها وتابعنا ومجلس الوزراء عملنا شكوى، يعني ورق نظام ورق، ما قابلتش حد ولا حد عرضت عليه المشكله صح؟ يا فندم ما هم هذا تاني طلع السكرتير بتاع حضرتك واخد بالك، اداني اللي خد مني متشكرين. ايوه ده كده متشكرين، خدت منك الورقه واديتك رقم وبقى تعالى عليه بكره شوف عملنا فيها ايه. ايوه ده ما ينفعش. أوكي. يعني لما يكون واحد شقيان في ارضه ويقول لك انا مش عارف ارويها فبارت، شايف ارضي بتموت قدامي يعني طبعا بالاضافه للالم نفسي واذى ضرر نفسي جسيم. حضرتك مساحه قد ايه اللي عندك؟ 3 فيادين حضرتك واخد بالك، يعني اكثر من 75,000 جنيه السنه. طيب في الموسم انا دلوقتي يعني هكلم يا استاذ مجدي، استاذ مجدي والبنجر والذره والبرسيم والغله، وحضرتك يعني كثره المحاصيل، واحنا في حظر الجرايه يعني كده كده السياسيه بتعمل ايه النهارده اصلاح الارض الصحراويه حضرتك استاذ مجدي واخد بالك؟ استاذ مجدي امور يا فندم دلوقتي حالا هنكلم السيد وكيل وزارة الزراعة والري وهنعرض عليهم الموضوع ده لعاشر مرة. الأب خلف أو الوفاة محجوب. تمام، أنت سبت رقم تليفونك، سيب لنا بقى الموضوع ده وهتلاقينا بنتابع. الله يكرمك يا دكتور، بارك الله فيك. حياتك، أنا طرقت الأبواب وإن شاء الله هتطلع. إن شاء الله خير إن شاء الله خير يا بني. شكرا حبيبي، بشكر حضرتك. بشكرك أستاذ بهجت من أسيوط، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ سامح؟ الحمد لله يا فندم. كل طيب يا باشا. حضرتك بالصحة والسلامة. مشكلتنا سعادتك الشمال. ماله؟ الجمعيات والمخازن مليانه شمال. وما رضيتش توزعنا الجمعيه، ايه السبب في كده؟ يعني انت ما بتصرفش ليه؟ الجمعيه ما صرفتش لاي مخلوق. كل ما نروح لهم يقول لك ما جاتناش تعليمات والمخزن مليان كوباوي. الجمعيه اسمها ايه يا حاج؟ جمعيه كومبوها بحري بيروت. كومبوها بحري؟ اي على مستوى المركز يا استاذ احمد، جمعيتنا احنا بس. لا انا بصراحه انا كلمت السيد وكيل وزاره الزراعه المهندس ابراهيم سرور على اكثر من مشكله بقالي اسبوعين او ثلاثه. الناس بتصرف ثاني يوم، يعني هم مستنيين ان وكيل الوزاره يتكلم جمعيه. يعني انا عايز اعرف هم ليه بيعطلوا مصالح الفلاحين؟ قالوا مش هنصرف لكم قوة غير. يعني هو مشكلته ايه؟ انت راجل دلوقتي عندك حيازه تمام؟ ايوه ورقك كله سليم، ما عندكش مشكله، بيعطلك ليه؟ ايه السبب؟ ايه المبرر ان هو يعطلك؟ بيقول لك ايه؟ اخو السماد موجود في المخزن، لو مش موجود بقول مش موجود، لكن انا عايز الرد. هو بيرد بيقول لحضرتك ايه يا حاج؟ بيقول ما جاتناش تعليمات. ايه يا جماعه ده؟ ما جاتناش تعليمات. يعني بمناسبه التعليمات بيقولوا ما نعرفش، ما جاتناش تعليمات بصرف الكماوي، مش هنصرف لكم كماوي غير في نص شهر 7. طب في نص شهر 7 يا استاذ سامح هناخد نعمل بيها الكماوي. يبقى كده الشامي اتفطر. اما نشتري الشكاره صدقني اقسم بالله ب 270 جنيه. يا استاذ بهجت انت زارع ايه؟ زارع ذره شاميه. ذره شاميه. ايوه. انا بتاسف لحضرتك ودلوقتي حالا هكلم العفو هنكلم السيد وكيل الوزاره دلوقتي حالا وهخليه يكلمك على تليفونك، ما بيتاخرش على حد. يعني اشتري الخمس فدن الشكاره ب 270 جنيه. اسمعني يا حاج بس اسمعني عشان في ناس معايا انا مش عايز اتاخر عليهم برضو. اسمعني لو سمحت. السيد وكيل وزاره الزراعه هيكلمك على تليفونك دلوقتي وهيتابع مع الجمعيه، وهرجع تاني الاعداد يكلمك نعرف ايه اللي حصل. بشكر حضرتك. استاذ ابراهيم من الغربيه اتفضل. معايا يا استاذ ابراهيم؟ ايوه استاذ. اتفضل يا فندم. عندنا وقت النهارده كل واحد الجمعيه الزراعيه عشان نصرف الكيماوي يقول لك لا الاسبوع ده الاسبوع الجاي من قبل العيد باسبوع، وهم عاملين يصرفوا فينا، والذره النهارده ارتوى من غير كيماوي. يعني ايه ما بيصرفوش؟ ليه؟ يعني مبرر مدير الجمعيه ايه؟ هو بيقول لك لا. المدير الجامعي يقول لك ايه؟ اصل احنا ما عملناش الحصر. يا فندم ده انتوا ما عملتوش حصر ليه؟ من طب الارض معروفه، اللي جاي رز جاي رز واللي جاي ذره جاي ذره. ده وقت النهارده انتوا ما بتصرفليش ليه؟
وكانت الوزاره قالت تصرف شطرتين اثنين للفدان مؤقتا. الشيء الطبيعي ان هو بيصرف لك جزء من حصتك تبتدي الزراعه بيكمل حصره وبعد كده بيكمل على بقيه الحصر اللي شافه. والله يعني ده الطبيعي اللي بيشتغلوا بيه وده قرار اللجنه التنسيقيه لصرف الاسمده ما هوش قرار. يا استاذ انا اتصل على الجمعيه النهارده الصبح بقول لي وكان عندنا مدير المسؤول الجمعيه اسمه محمد. يا استاذ محمد عاوز نصرف الكفاءه ولا ما نصرفش ولا حبايه الاسبوع الجاي انا ما اخلص الحاصر. ليه يا استاذ محمد؟ قال لك لان عندي على البطاقه الذكيه لسه ما نزلش على السيستم. ازاي يا استاذ محمد؟ يقول لك هو لسه ما نزلش. البطاقه الذكيه ما نزلتش على السيستم. لو الورق بتاعك سليم ما فيهوش مشكله بتصرف. بل هو ملوش علاقه ان انت خدت الكارت في ايدك ولا ما خدتوش، انت ورقك سليم بيصرف لك على المعاينه. هكلم دلوقتي. احنا لسه ما عملناش الحاصل يا ابو محمد. احنا حيانا الدوره النهارده. انت في مركز ايه يا حاج ابراهيم؟ مركز ايه؟ مركز زفت. بيله؟ مركز زفته. في زفته، حاضر. الجمعيه اسمها ايه بعد اذنك؟ جمعيه مسجد وصول الزراعيه. حاضر، بشكر حضرتك. يعني هو سؤال بسيط، ايه الجديد في صرف الاسمده؟ مدير الجمعيه انت بقالك كام سنه؟ انا عارف ان في مدير جمعيات موجودين من يوم ما الجمعيه دي انشات، من اول ما في اول طوبه اتحطت في الجمعيه الراجل ده ما مشيش. تمام؟ ايه الجديد؟ يعني انت النهارده الموسم ده مختلف في ايه؟ بالعكس ده انت المفروض في هذا الموسم تحاول على قد ما تقدر ان انت تحل مشاكل الناس وتوفر لهم مستلزمات انتاجه. اولا دي مش مشكله ان انت توفر له مستلزمات انتاجه، ده الدور اللي انت موجود عشان تؤديه. فالنهارده انت بتخلق مشاكل تعمل بيها تكدس ليه؟ استاذ محمود من اسماعيليه اتفضل. استاذ محمود ازيك يا استاذ؟ الحمد لله يا فندم. دلوقتي يا استاذ انا معايا قطعه خريج في كليه الاتحاد. قطعه خريج الاتحاد فين؟ في كليه الاتحاد تبع ارض الخريج. تمام. على طلعت القنطره شر. انا سامعك كويس جدا. قول لي المشكله مره واحده يعني على طول. سامح انا ان الترعه بتاعت القنطره غرب ديت ما فيهاش ميه، ما بيجيناش ميه خالص، وعندنا مزارع سمك في كارد الاتحاد كلها مزارع سمك. اه. وما فيش ميه في الترعه خالص. اه. ومعدي علينا مشروع جديد. مشروع يعني اللي هو بتاع بحر البجر. ما فيهاش ميه بسبب ايه؟ مش فيها ميه، الترعه ما فيهاش ميه خالص. ما هو انا بقالها قد ايه؟ احنا في الصيف بنزرع في الصيف في الشتاء بنجر، وفي الصيف ما بنزرعش. ايوه. في الارض داير. تمام. هو كده يعني الصيف ما بنزرعش اي حاجه خالص، في الارض داير. انا عايز اساعد حضرتك. فاول حاجه وطي التلفزيون او ابعد عنه بسرعه، دي اول نقطه. النقطه الثانيه مشكله الميه دي هي بتحصل في الصيف وفي الشتاء عندك ميه ولا بقالها كتير ما بتجيش ولا ايه المشكله؟ اه في الشتاء عندنا الميه بتجي لنا من طرق السلام. أيوة. الترعه مليانة ميه يا استاذ سامح، بتجي لنا ميه بتبقى الترعه فيها حوالي مترين ونص ميه كده ارتفاع. ايوه. في الصيف مفيش ميه خالص بيجي من السلام، السلام دي بيجي ميه بسيطه، والصرف بتاع الصناعيه مفتوح عندنا في الترعه دي. طب سيبني اشوفها مع الراجل. بشكر حضرتك. استاذ محمود من محافظه سوهاج اتفضل. اهلا وسهلا باشمهندس. اهلا بيك يا حاج محمود، اتفضل. مشكلتنا يا باشا الاسمده يا باشا. الاسمده برضه تاني مشكله النهارده في الاسف في سوهاج. ايه الموضوع؟ انت فين في سوهاج؟ مركز ايه؟ مركز دار السلام يا باشا. دار السلام. وضح لي بقى الجمعيه اسمها ايه؟ جمعيه زراعيه بدار السلام. طيب ايه المشكله؟ ما بتصرفش ليه؟ المشكله يا باشا انا كل يوم بروح يقول لي السيستم اسمك مش نازل على السيستم. اسمك ما نزلش على السيستم. اه. هو انت خدت البطاقه الكارت الذكي في ايدك ولا لسه استلم؟ لا ما خدتوش يا باشا، انا البطاقه الورقيه. البطاقه الورقيه معاك. اه. طيب ونحن زارعين قصب. اه يعني القصب نحن دلوقتي عايزينه تاني عزق، بعد كده بنشتري من السوق الحره، والسوق الحره مش مضمون. مش مضمون ولا هيبقى غالي عليك؟ هو غالي ومش مضمون يا باشا، السوق مضروب خالص. نحن بنرش الشكاره كلها تراب فيها. مضروب. مضروب يا باشا. اه. طيب بشكر حضرتك. عايزين لو سمحت يا استاذ احمد استاذ عزيز نكلم السيد وكيل وزاره الزراعه محافظه سوهاج ونشوف. يعني النهارده منظومه الكارت الذكي دي الهدف منها ان انا اوفر الخدمات للفلاح بكل سهوله، وفي نفس الوقت ان الدعم الاسمده يوصل لمستحقيه. ده الهدف، وان انا يبقى عندي رقم واضح بالنسبه للحيازات وبالنسبه للمحاصيل الزراعيه المختلفه وانتاجها.
طب متفقين على كده. طيب النهارده لما نقول الراجل ده اوراقه كلها سليمه خلاص اتوافق له وانت هتاخد الحيازه الالكترونيه والورقه دي ملهاش قيمه، جات البطاقه اتاخرت ان هي توصل في ايديه لاي سبب من الاسباب، هو ملوش دخل، هو ملوش ذنب، الراجل ده بيزرع وبيشتغل. انت النهارده لو اتاخرت عليه هو برضه هينزل ارضه، انت لو ما سالتش عنه هو هينزل ارضه. لو انت جيت قلت له لا اصل لسه اسمك ما نزلش على السيستم زي ما الناس بتقول لي، هينزل وهيشتغل في ارضه وهيشقى وهيتعب ومش هيقدر يشوف زرعه عطشان ومش هيقدر يشوف زرعه محتاج اسمده ومش هيوفرها له، لان الاسمده دي هي الغذاء بالنسبه للنبات، مش هيقدر يشوف المحصول بتاعه جعان. فليه بتاخر عليه؟ هنطلع فاصل سريع نستكمل بعده الزراعي مباشر. برحب بحضراتكم مره اخرى في الزراعي مباشر، انا معايا على الهاتف المهندس خالد عبد الراضي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه سوهاج. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ سامي. كل عام وحضرتك طيب في البدايه. كل سنه وانت طيب يا فندم. ايه الله اخبارنا في كورونا؟ شغالين ازاي وبتتعاملوا مع الفلاح في ظل هذه الظروف عشان توفروا له مستلزمات الانتاج والمعلومه الارشاديه، اخباركم ايه؟ احنا طبعا في اكثر من شق، طبعا تعليمات السيد معالي الوزير السيد المحافظ السيد القصير ان ما حصلش في نقص في الخدمه الارشاديه للمزارع في من خلال مشروع بناء مرونة النظم الزراعيه في مصر اللي هو معروف لدى زراعنا بالتغيرات المناخيه، في ابلكيشن مطبق على الموبايل بيدي انذار مبكر وتوصيات للزراع، واحنا غالبيه اولادنا والزراع المتواصلين معانا. ده شق. في شق ثاني اللي هو المدارس الحقليه اللي بتنفذ في الحقل بحيث عدد لا يزيد عدد الزراع عن 20 مزارع مع كافه الالتزام الجميع بمهمات الوقايه والتباعد، ودي جايبه نتائج كويسه جدا جدا ومحترمه يعني الحمد لله. الحمد لله. الكارت الذكي وصل لفين؟ طبعا محافظه سوهاج من المحافظات اللي دخلت في المرحله الاولى وبدا العمل بيه وصرف مستلزمات الانتاج من 1/4/2020 وماشي كويس الحمد لله، يعني في اقبال من اخواننا الزراع على الكارت، وفي البيانات بتسجل، الحصر طبعا بيتم يوميا والادخال برضه، الزملاء ابتدوا يعتادوا على الادخال طبعا تجربه جديده، ابتدوا يمشي بشكل كويس وبشكل سريع وشغال حضرتك. احنا يعني تقريبا حاليا ما تم صرفه من خلال المنظومه من الكارت يعني رقم مرضي. طيب في بعض المشاكل يعني في مركز دار السلام قال لي ان هو كل ما بيروح بيقول له لسه اسمك ما نزلش على السيستم، فده معطله وعايز يكمل زرعه، فهو ورقه لو كامل ممكن يصرف على المعاينه؟ هو حضرتك لو المزارع اسمه مسجل على المنظومه ونازل على المنظومه ومواصلش الكارت بتاعه، تعليمات معالي الوزير واللجنه التنسيقيه ان هو بيصرف حضرتك بمحضر معين. ايوه. طيب احنا هندي لحضرتك اسمه لان يا فندم الامر معاه متابع معاه. لا لا العفو يا فندم العفو، حضرتك ما بتتاخرش عن اي مزارع، انا عارف ده من سنين يعني، ولا الشرف ان انا شفت حضرتك على ارض الواقع مع الفلاحين، فانا عارفك ما بتتاخرش عنهم، فهندي لك رقمه واسمه، هو اسمه محمود من دار السلام، وهنسال بكره حضرتك نشوف ايه اللي تم معاه. بشكرك يا فندم. تمام يا فندم. بشكرك. معايا استاذ مصلح من الشرقيه، اتفضل استاذ مصلح. ايوه معاك، اتفضل. لو سمحت يا استاذ سامح، احنا دلوقتي جمعيه الفتح بالصلاحيه الجديده. ايوه. احنا زارعين ذره بقى لنا شهر دلوقتي وعايزين نحط كيماوي، وكل ما نروح عايزين نصرف كيماوي ما جالناش تعليمات بصرف الكيماوي. انت في مشكله عندك في ورقك في حيازتك في بطاقتك اي حاجه؟ لا لا ما فيهاش مشاكل. لا حاضر. الجمعيه اسمها ايه؟ جمعيه الفتح. الفتح. انت عملت ايه بتقول؟ عملنا المعاينه والاستاذ سيد عبد الرحمن طبعا مدير الجمعيه قال لي ما فيش صرف دلوقتي لما جينا تعليمات. حاضر. بشكر حضرتك بشكرك وهتابع مع السيد وكيل وزاره الزراعه، بالاضافه ان احنا عايزين نتكلم مع دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات
عشان الناس تطمن وتبقى عارفة أليات وضوابط الصرف. في عندنا الزراعة حملات مكثفة بأماكن عروض وبيع المنتجات الحيوانية للتأكد من سلامة المعروض. بتتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة تكثيف حملاتها البيطرية بجميع محافظات الجمهورية على مجازر اللحوم وأسواق ومنافس بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم. ذكر الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الخدمات البيطرية أن هناك تعليمات لجميع مديريات الطب البيطري بتكثيف الحملات المرورية على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع الطب البيطري وبتكثيف الحملات مع لجان إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى وأماكن عرض وبيع اللحوم زي مصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. يعني أتمنى أن احنا نحاول نخلي بالنا من اللي بيحصل حوالينا، يعني بنعاني من جائحة كورونا على مستوى العالم. كل التوصيات من منظمة الصحة العالمية من وزارة الزراعة الصحة المصرية أن احنا بنتكلم على التباعد الجسدي ورفع كفاءة مناعة الإنسان. أنت بتتكلم عن التغذية، فخلي بالكم من أن أنت النهاردة مسؤول عن حياة إنسان. أي تلاعب في سلع غذائية ده بيؤدي فعلا لمشاكل صحية كبيرة جدا احنا في غنى عنها. خلي بالكم ان دي أمانة في عنق كل مواطن. خلي بالكم ان الدولة النهاردة حريصة على تتبع كل من يخالف القوانين ومحاسبته بشدة وتطبيق القانون علشان نحافظ على المجتمع من هذه الآفات اللي هي تعتبر آفات خلقية. أي جريمة أو مخالفة هي آفة في هذا التوقيت لازم نتخلص منها. الدولة مش هتسمح ان احنا نتلاعب بقوت المصريين الطعام. يا استاذ مبارك، طيب حاول تتصل مرة تانية. في نفس الوقت معاك مين؟ استاذ عبد العزيز من الألوية، تفضل. السلام عليكم يا فندم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله انا اساسا من السنبلاوين ده، اهلية احسن ناس الله يكرم حضرتك، بس انا راجل كبير عندي 77 سنه ومقيم في مدينه العبور، كنت احد ضباط حرب اكتوبر. ربنا يديك الصحه يا بطل. الله يخلي حضرتك. فالناس استولوا على ارضي هناك وبياخدوا كيماوي وكل حاجه من الجمعيه الزراعيه بالجلايله مركز السنبلاوين ده اهلي، وبعت لهم انذار على يد محضر ان الجمعيه عشان ما يسلمهمش الكيماوي ولا الحاجه بتاعت الارض برضه بيسلموها لهم بالعافيه. يعني باي صفه؟ هم كانوا مأجرين منك الارض مثلا؟ لا مش مأجرين، ده هم جيران. دخل ارضك قاعد فيها؟ دخل ارضي قاعد فيها عافيه، وبعت الجمعيه انهم يسلموهمش. ومفيش، ما حركتش قضيه؟ ما خدتش اجراءات قانونيه؟ عملت اجراءات قانونيه بقالي 3 سنين ولا الزراعه راضيه تسال فيا، لان هم لهم قرايب في لا داعي في النيابة. لا احكي قرايب ايه؟ احنا دلوقتي بنتكلم على قانون، قريب مش قريب، انت النهارده ارض ليها عقد ولا ملهاش عقد؟ العقد ده انا ورثها من ابويا ومتورثها ومتسجلها باسمي. لا ازاي ده؟ انا في مين بيتحرك معاك في الموضوع ده؟ في حد من ولاد حضرتك؟ في لا ماليش حد هناك. انا موكل محامي هناك اسمه السيد احمد توفيق بانه هو يستلم الكيماوي وكل حاجه، الا ان الجمعيه ما بترضاش وتديهم لدكتور عشان ده. لا النهارده دي ارض عليها نزاع او حيازه عليها نزاع. الشيء الطبيعي او القانوني ان هو بيوقف الاسمده، يعني هو بيصرف لهم باي وجه، يعني باي وجه حق بيصرف لهم عشان مراته شغاله في الجمعيه. لا ده الكلام اللي حضرتك بتقوله ده خطير جدا يا استاذ احمد واستاذ عزيز. بقول لحضراتكم على الهواء، وهذا الكلام على الهواء مباشره سجلناه، لو سمحت هتاخدوا البيانات واسم الجمعيه وهندخل وكيل وزاره الزراعه، وعايزين رد يكون معانا بكره. النهارده لما يكون في ارض متنازع عليها، انا ما اعرفش الحق مع مين، مع حضرتك ولا معاهم، بس الارض دي عليها نزاع. بتصرف لهم سماد ليه؟ دي اول جزئيه لغايه لما الراجل ده يثبت حقه. انا معايا ورقي رسمي ومنظم الجمعيه ومتسجل في الجمعيه الزراعيه بالجلايله. لا انت اتهمتهم ان علشان في قريبه ليهم. اتهمتهم ومبلغ الجمعيه بان ما يدولهمش. بكره يا استاذ عزيز عايزين رد من السيد وكيل وزاره الزراعه. بشكر حضرتك يا حاج عبد العزيز. حاضر. مفيش حاجه اسمها تواطؤ يا جماعه، في حاجه اسمها قانون ودوله. اي من يعني اي موظف او اي مواطن هيخالف القانون لازم يتحاسب
وهيتحاسب بالقانون اللي هو خلفه، بنفس القانون اللي انت خالفته هتتحاسب. انما يقول اصل انا في نزاع ما بيني وما بين جيراني، استغلوا ان انا ماليش حد هناك وانا راجل عندي 77 سنه فدخلوا قعدوا في الارض وانا رافع قضيه بقالي 3 سنين وفي محامي، منتهى الظلم. وبعدين لا ده اصل بيخشوا الجمعيه وبياخدوا السماد، بياخدوا حصتي. وبعدين ده من على اي اساس؟ يعني النهارده لما يكون في مشكله زي دي، في نزاع على قطعه ارض على حيازه، الشيء الطبيعي اول اجراء بتاخده الجمعيه بتوقف التعامل على هذه الحيازه. انتوا بقى سايبين الدنيا بتصرفوا لهم على اي اساس؟ انا مش بتكلم على شكاره سماد، ده بتاخد منه ارض. يعني لو قررنا سعر الاسمده او القيمه بتاعت السماد اللي انتوا بتصرفوه للناس دي وقيمه الارض لا يذكر، لكن انت النهارده بتشجعهم وبتقويهم زياده وبتاخد حق من الراجل اللي تديهولهم. انا مش بقول لك تكون انت الحكم ولا الخصم، انا بقول لك ان في قانون حيازه عليها نزاع قضائي بلغك بيه، يبقى طبيعي جدا انت بتوقف التعامل على الحيازه. وفي نفس الوقت انا بفكر حضراتكم بما اننا اتكلمنا على الارض الزراعيه، شوفوا اللي بيحصل النهارده من خطوات جاده من الدوله. اي تعدي على ارض زراعيه او املاك دوله بيتم ازالته مهما كانت الوضع المجتمعي او سلطه صاحب هذه المخالفه. مفيش حد كبير على القانون ولا على الدوله. السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بيتابع بنفسه ملف التعدي على املاك الدوله والاراضي الزراعيه، مش مسموح في هذا التوقيت ابدا. الغذاء خط احمر، محدش يقرب من غذاء المصريين، محدش يقرب من غذاء المصريين. احنا النهارده بنتكلم على تحديات بتواجه القطاع الزراعي، زياده سكانيه، حصتنا من مياه نهر النيل ثابته، عندنا مشاكل فعلا حقيقيه بتواجه الدوله المصريه بالنسبه لملف نهر النيل، ومصر قادره باذن الله ان هي تحل هذه المشاكل. لكن احنا فين دورنا كمصريين ان احنا نحافظ على نعمه ربنا؟ بتبني على ارض منتجه؟ استاذ محمد من منيا اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سام؟ الحمد لله يا فندم. يبقى انا من المنيا من مركز الفيديو. احسن ناس، اتفضل. والله يكرمك. ليا عقد على مصرف اسمه مصرف من قرعه الحريقه. ايوه. وازمه الفيران واكله الزرع واكله البرسيم عندي واكله الذره. الايه اللي واكله؟ الفيران ايوه. ورحت الجمعيه قالوا احنا جبنا شكاره وزعناها وما فيش تاني. وهو اساسا نازل قبل ال الشكارة اللي بيتكلم عليها مدير الجمعية كأنها إنجاز. أولا لازم يتم تطهير المصارف، لأن أنت طول ما أنت عندك مصرف طول ما الفيران موجودة لو ما بيطهرش فاهمني هتفضل الفيران اللي هي القوارض دي موجودة. تاني حاجة احنا هنكلم إدارة القوارض عندك في المديرية وهخليهم يتابعوا معاك بحيث أن أنت تاخد طعم. حاضر ماشي يا بي، الله يبارك فيك. عناية الاثنين. يعني يا جماعة كل واحد لو قام بدوره المشاكل هتختفي، واحنا برضو هنكمل معاكم في الزراعيه مباشر دور ارشادي، هنبتدي نتكلم عن المعاملات الزراعيه وعن التحديات اللي بتقابلنا بالنسبه للمناخ، ايه الهجن الجديده، ازاي نزود انتاجنا، ايه الجديد في الثروه الحيوانيه، ده اللي ممكن نتكلم فيه. انما النهارده لما تيجي تقول لي اصل انا رحت وقال لي الشكاره اللي انا جبتها عشان سم او طعوم الفيران خلصت. خدمت انت عندك حيز قد ايه؟ مساحه الاراضي اللي عندك قد ايه؟ عندك كم مصرف في نطاق الجمعيه؟ انت عارف ليه اساسا ظهرت الفيران عندك في نطاق الجمعيه؟ لان انت ما بتقومش بعمليات التطهير، وبعدين المزارع هو اللي يفضل يجري شمال ويمين، وبعد ما يزرع زرعته او محصوله تروح للفيران، ولو ما اشتكاش من الفيران هيشتكي من الكلاب الضل. استاذ رمضان من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا عاوز اكلم الباشمهندس سامي. انا سامح عبد الهادي مع حضرتك على الهواء اهو، اتفضل. السلام عليكم يا سيدي وربنا يبارك فيك. ربنا يديك ربنا يديك الصحه يا حاج. المهم اللي طلع بقى سالت سامح من قيمه 3 شهور على النقابه، وسالته على وعاوز اعرف تقول المريندا دي بتيجي منين، ونبات المريندا ده عشان طلباته ناس منه، وانا في المعاش دلوقتي وقاعد
ويعني ابني هو اللي بيجيب له الرقم والنضار. انت بتتكلم على صرف المعاش بتاع النقابه؟ اه حاضر، هناخد بياناتك والاعداد هيتبعك هنا الاثنين. بشكر حضرتك. تاني علشان اللي ما خدش باله، ملف التعدي على الاراضي الزراعيه النهارده قانون غرامه وحبس وازاله على نفقه المتعدي، غرامه وحبس وازاله على نفقه المتعدي، ارجاع الشيء الى اصله، ارجاع الشيء الى اصله. فهتبقى بتقوم بعمليه كبيره جدا بتضر بيها نفسك. ليه انا بقول كده؟ ليه؟ لان احنا شايفين حملات الازاله اللي بتقوم بها الدوله وحضراتكم بتتابعوها تتفرجوا عليها، ولما نيجي عندنا مثلا فتره اجازه الاعياد تلاقي ناس على طول بتجري بيعاوز يبني، يقول لك ده مشغولين دلوقتي في العيد، جائحه كورونا، يقول لك لا اصل هم مشغولين في كورونا ما حدش فاضلنا. لا الحمد لله الدوله المصريه قادره على متابعه كل الملفات. استاذ احمد من اسكندريه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. من محافظه اسكندريه، اسم عمريه تاني. احسن ناس، اتفضل. من منطقه مريوط الزراعيه. اهلا بيك، اتفضل. عندنا الميه استاذ سامي بتغيب 35 يوم على رجلنا، وعندنا الزراعه ماتت والله العظيم العطش. مناوبه 35 يوم كتير جدا يعني. 35 يوم و30 يوم. ورحت الباشمهندس النهارده، الباشمهندس حسام اللي ماسك الري في اسم عمريه تاني، قال لي احنا والله ما نقدرش نغير الوضع عن كده. لان الميه عندنا شويه طب يا عم يا باشمهندس الميه شويه، طب احنا زراعتنا بتموت. قال والله انا ما فيديش حل غير كده. انت في العمريه؟ في العمريه، واسم عمريه تاني. اه حاضر، حتى هنكلم وكيل وزاره الرياضه دلوقتي. بشكر تبع قطاع مريوط. حاضر يا فندم. واخدين بالنا من الشكاوى شكلها ايه؟ يعني انت لما تيجي على تتكلم عن الميه واهميتها للقطاع الزراعي، خلي بالك بقى النهارده في ناس كتير جدا كلمتنا قالت لي احنا محرومين من زراعه الارز. وفي ناس كتير جدا بتعترض على ملف مهم قوي وهو ملف زراعة الموز. هو ملف استثماري من الدرجة الأولى، واللي بيدافع عنه هو راجل مستثمر ومن حقه يدافع لأنه هو عايز يشتغل، ده أكل عيشه. وإحنا هنناقش الملف ده علميا، بقد إيه بيستهلك فدان الموز مياه، ولو زرعنا نفس الأرض دي محاصيل استراتيجية مختلفة استهلاكه هيبقى قد إيه من المياه والمردود بتاعه على الاقتصاد المصري. زراعة الأرز المخالف ومحصول متهم بأنه شره في استهلاكه المياه، لأن احنا كمان بنزرع بالطرق التقليدية العادية، حتى لو في طرق جديدة ومعاملات زراعية احنا بنستسهل، اتعودنا على كده ودي الحقيقة. ومحدش يقول لي لا أصل أنا هزرع عفير وأصل، لا انت هتستسهل وهتزرع زي ما والدك وجدك علموك، زي ما الفلاح المصري اتعود. لكن الوضع اتغير، الوضع النهاردة ان احنا عدينا ال 100 مليون نسمة، حصتنا من مياه نهر النيل ثابته، عندنا تحدي كبير مناخي وتحدي اقليمي، فانت لازم يبقى عندك وعي بمصلحه بلدك. لو زرعت الموسم ده مخالف يجوز جدا ان انت الموسم بعده ما تلاقيش ميه تزرع. الموضوع النهارده لازم يبقى فيه رؤيه واضحه للفلاح ويبقى شريك في اتخاذ القرار. حاج سيد من الوادي الجديد اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. برحب بحضرتك السامح وقصه الاعداد. بشكرك يا حاج سيد. كلمت حضرتك يا استاذ سامح، دي يمكن المداخله الرابعه عشان موضوع قرض البتيلو. يا حاج سيد اتفضل. حضرتك بتتصل فعلا وانا سعيد ان انا بسمع صوتك. الله يبارك في حضرتك. لكن ادينا فرصه. يعني ادينا فرصه، لان احنا قرض البتيلو بيتجمع كشف فيه اسماء بشرحها لك بطريقه بسيطه جدا. لو احنا مش احنا اللي بنوافق عليه، بس انا بشرح لك اللي بيحصل. اسمعني يا حاج سيد عشان الوقت بيجري، بيتعمل كشف فيه اسماء بيتمضي بيخطروكم عشان تصرفوا. بشكر حضرتك. مشاهدي برنامج الزراعيه مباشر، النهارده في بدايه الحلقه ما رضيتش اتكلم عن كورونا واتدخلت في الزراعه واتكلمت عن ملفات الزراعه، لكن في حقيقه الامر هي ملازمانه في حياتنا، في تفكيرنا، في كل خطوه بنخطوها يوميا واحنا في عملنا واحنا في بيتنا، بنتكلم مع اسرتنا، بنتكلم مع اصدقائنا. التباعد الجسدي والتقارب المجتمعي في هذا التوقيت مهم جدا. عاوز اوصيكم بان احنا لازم يكون عندنا يقين حقيقي في ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على ازاحه هذه الغمه، ولازم ان احنا كبشر نتخذ او ناخذ بالاسباب. التباعد الجسدي والنظافه يا ريت يا جماعه هو ده المبدا اللي نعيش بيه حياتنا في هذه الفتره. بشكر حضراتكم والى اللقاء.